مساء الدلع، انا عبد الله وانت دلوقتي بتتفرج على برنامج خلطه الانشكاح. اولا حابب اشكر كل حد ساهم في نشر الفيديو اللي فات، وقد ايه ردود الفعل اسعدتني جدا 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 جدا. بشكر كل واحد اتفرج على الفيديو، وكل واحد عمل لايك، كل واحد عمل كومنت، وكل واحد عمل شير، وده قد ايه شجعني ان انا اعمل حاجات تانية واعمل فيديوهات احسن واستمر ان شاء الله في المحتوى اللي انا بقدم. نيجي بقى لخلطة النهاردة. خلطة النهاردة غير اي خلطة، خلطة مميزة قوي قوي، حاجة كده تقدر تقول انشكاح ليفل الوحش. زي ما بقولك كده، انشكاح ليفل الوحش. النهاردة هعمل لحمة مدفونة في الملح. الطريقة دي هتبقى طريقة جديدة، يعني مش لازم اللحمة المسلوقة التقليدية او اللحمة في الفرن، فدي هتنبسطوا منها، والنتيجة بقى مش قادر اوصفها لكم. حاجة كده، حاجة مش طبيعية. حتة لحمة تطلع معاك دايبة دايبة دوب، حاجة كده زبدة في البق. بصوا انا مش هتكلم كتير عشان انا جعان قوي، يلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة هنجهز الملح. هنستخدم ملح خشن ونحط عليه كوباية مية ونقلبه لحد ما يبقى بالقوام ده، ولو احتاج مية نزود بس بالراحة شوية شوية. انا استخدمت 7 كيلو ملح. بجيب الصينية اللي هحضر فيها وافرش فيها طبقتين فويل، وابدأ افرش الطبقة السفلية من الملح. بجيب طبقتين فويل بحطهم عكس بعض، وفوقهم ورق زبدة عشان نلف اللحم. دلوقتي هنجهز الفرشة. هنقطع بصلتين شرايح، اي تقطيع مش هتفرق، طماطم، قرن فلفل حراق، وممكن فلفل رومي لو مش بتحبوا السبايسي، واحطهم في الصينية. واحط معاهم 4 فصوص ثوم بقشرهم، والمقادير بالظبط هتلاقوها في صندوق الوصف. بعد كده هحط شوية بهارات صحيحة، ينسون نجمة، قرفة خشب، ورق لورا، وكام فص حبهان، وكام دبوس قرنفل، فلفل اسود حصى، فلفل ابيض حصى. دلوقتي هجهز اللحم. اول حاجة هنشف اللحمة كويس. انا استخدمت كتف بتلو، ممكن تستخدموا لحمة ضاني او كندوز زي ما تحبوا، وحديها رشة ملح وفلفل وادعكها كويس. هجيب زبدة بدرجة حرارة الغرفة وتوصوا شوية، يعني انا استخدمت حوالي 300 جرام زبدة، وادهن اللحمة من كل الاتجاهات. الاخر رشة كركم وادعك اللحمة كويس من فوق ومن تحت، وكده تبقى اللحمة جاهزة. هحطها في الصينية واقفل عليها زي الظرف. بعد كده هنغطي.
اغطيها بالملح واتاكد ان الملح مغطيها بالكامل واقفل اي مسام. الفرن سخن على درجة حرارة 130، هتدخل اللحمة 4 ساعات. دلوقتي فقرة التيست، الفقرة اللي كلنا بنحبها. طبعا انا مش عارف ابتدي منين، مش عارف اقول لك ايه. طب انا اعمل معاك ايه دلوقتي؟ اكلك منين يا بطة؟ اكلك منين؟ خلينا كده نعمل لها تيست الضروة. تعالوا بص كده العظم، بصوا يا جماعة العظم بيعمل ايه، بصوا العظم طلع ازاي. بصوا اللحم، بصوا اللحم، مهري مهري حاجة زي ما قلتلكوا انشكاح ليفل الوحش حرفيا. قالوا بقى كده نجرب الطعم، ناخد حتة كده من الموزة. لا جامدة جدا. ملاش حل، ملاش حل. جرب معايا شوية. الله 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 الله.